لو بتكلم بقى على البارامتر اوبتمايزيشن، هبتدي اول حاجه اتكلم على سيجنال تو نويز ريشيو. احنا بيسكلي السيجنال بتاعتنا عباره عن حاجه معتمده على عدد السبينز الموجوده، فبالتالي بتعتمد على الايه، بتعتمد على الـ يعني الفوليوم بتاع البيكسل بتاعتي قد ايه، او الفوكسل بتاعتي بمعنى صح. بتكلم على حاجه بقى 3 دايمنشنال، ان لها ثيكنس او لها دايمنشنز في الجو بلين دلتا اكس في دلتا واي، ولها ثيكنس دلتا زي اللي هي عباره عن سلايس ثيكنس. فدي بيسك بتحدد لنا السيجنال بتاعتنا عباره عن ايه. بقيه الحاجات التانية الحقيقه بتحدد لنا النويز بتاعتنا عامله ازاي. اوكي، الباند ويث بدايه كل ما كبر كل ما زود لنا النويز، فالباند ويث ده هيبقى ايه، تناسب عكسي. وهنلاقي ان احنا عندنا النمبر اوف اكسايتيشنز اللي بنعمل بيهم افرجنج، والنمبر اوف فيز انكودنج ستابس نتيجه ان احنا نعمل كذا اكوزيشن، والكذا اكوزيشن دول مختلفين، فمعنى كده النويز بتاعتهم مختلفه. فمعنى كده لما نعمل فوري ترانسفورميشن هنزود حاجات على بعض كلها فيها نويز ما هياش كورليتد، فمعنى كده في الاخر هتحسن لنا. يعني كل حاجه بتطول لنا في الوقت، يعني لو احنا طولنا الاكوزيشن سواء باستعمال فيز انكودنج ستابس اكتر او عملنا نمبر اوف اكسايتيشنز اكتر، بتحسن لنا او بتعمل لنا افرجنج، بيحسن لنا سيجنال تو نويز ريشيو، او بيعمل ان هو يقلل لنا النويز. فنلاقي ان احنا في الاخر الجزء اللي بره ده اللي هو له علاقه بالفوكسل سايز ده بيمثل لنا السيجنال بارت، وبقيه الحاجات التانيه دي بتمثل لنا الافرجنج، يعني كل دول افرجنج بيمثل لنا الافرجنج بتاعنا، ودي بتمثل لنا النويز بتاعتنا عامله ازاي. طبعا انا حاطط هنا ان زي كمان، اوكي، نتيجه ان احنا ممكن نعمل فيز انكودنج في زي كمان. على فكره باي ذا واي، احنا عملنا سلايس سيلكشن في اتجاه الزي، فلو عملنا سلايس سيلكشن في اتجاه الزي يبقى عندنا ان دي بتساوي 1، ان زي بتساوي 1. انما انا ممكن ان انا اكواير السلايسز بتاعتي في سي دايركشن، ان انا اعمل سلايس فيري ثيك واعمل جواها فيز انكودنج كمان، لان الفيز انكودنج اكشوال نقدر نطبقه في اي عدد من الدايمنشنز، بس طبعا هو مشكلته انه بياخد وقت اطول طبعا. فلو انا بتكلم على سلايس سيلكشن يبقى دي بواحد، يبقى معنى كده التيرمز بتاعتي هي عباره عن ايه، عن الحاجات دي مضروبه في بعض. فمعنى كده ان انا ممكن ان انا اخلي سيجنال تو نويز ريشيو تزيد بالاتي، ان انا ازود التي ار، ازود تي ار عشان ايه، عشان اكبر الام نود بتاعتي، اخلي الكومبوننت بتاعتي بتاعت الماجنتايزيشن اللي رجعت للزي تبقى كبيره. فمعنى كده ايه، معنى كده ان انا لما باجي اعمل فليبنج ب 90 درجه الاقي ان انا عندي السيجنال بتاعتي ماكسيمم في الايه، في الترانسفيرس بلين. لو قللت التي اي نفس الكلام، انا دلوقتي الديكي اللي بيحصل لي بتاع الترانسفيرس ريلاكسيشن لو انا منعته، لو انا يعني خدت قبل ما يحصل اي ديكي خالص، اكيد السيجنال بتاعتي هتبقى اكبر. لو انا استعملت لور باندويث في السامبلنج بتاعي بتاع السيجنال بتاعتي برضو ده بيحسن، لان هو ده موجود عندي في الايكويشن اهو. لو استعملت الفوليومتريك ايمجنج او بستعمل اللي هو فيز انكودنج في اتجاه زي دايمنشن، يبقى معنى كده اخلي الزي دي بتبقى عدد السلايسز بتاعتي، فمعنى كده برضو هتحسن لي، لان كل واحده من دول هتعمل لي افرجنج. لو زودت النمبر اوف اكسايتيشنز او نمبر اوف افرجز بستعملها اللي هي دي، لو زودتها واضح برضو انها بتزود لي السيجنال تو نويز ريشيو. لو انا عملت انكريز برضو للان واي نمبر اوف فيز انكودنج ستابس برضو نفس الكلام هيحسن لي. لو انا عملت انكريزنج للفوكسل سايز هنا هلاقي ان السيجنال تو نويز ريشيو برضو بتاعتي بقت احسن، لان انا بقى عندي عدد السبينز اللي موجوده عندي هنا بقت اكتر، فالسيجنال اللي جايه لي منها تبقى اكتر.